أكثر من 20 عاماً ومناطق غرب بعقوبة تعاني من الإهمال الحكومي، حيث تغرق الشوارع في كل موسم أمطار لعدم وجود شبكات للصرف الصحي. مناشدات مستمرة طوال الفترة الماضية لم تسمع من قبل الجهات المعنية، حتى تبنى النائب طه المجمع المشروع لتذليل كافة العقبات والمباشرة به. أكثر من 15-20 سنة من تأسس هالمناطق، لهذا اليوم لم ندخلها أي خدمات. بالشتاء متبهذلين، أمطار والسيارات ما لا تدخل إلى مناطقنا، بالمدارس متبهذلين، بالصيف تربان، شوارع أي خدمات مناطقنا أي خدمات ما تدخلها. نتأمل خير إن شاء الله في هذا العمل. تجاوزت نسبة الإنجاز 40% بخطة متسارعة من قبل الشركات المنفذة لأكبر مشروع تشهده المحافظة، وذلك لإنجازه قبل الفترة المحددة خدمة للساكنين في هذه المناطق. طبعا حاليا عندنا نسب إنجاز 44% هي واقع الحال، وبالمخططات 34%. طبعا المشروع يخدم مناطق غرب معقوبة بالكامل، وراح يقدم أنه بيئة تختلف عن هذه البيئة الموجودة حاليا. 250 ألف نسمة حجم تغطية هذا المشروع بعد إنجازه، أي نصف سكان مدينة بعقوبة، ما يحول هذه المناطق المنكوبة إلى عصرية وحضارية، والتي سوف تشهد حملة إعمار في جميع مرافق البنى التحتية التي تفتقدها بالوقت الحالي. مشروع بعقوبة الغربي يخدم أكثر من 250 ألف نسمة. بعد إكمال الأعمال المجاري اللي تشمل مياه الأمطار والصرف الصحي، سيتم تسليمها إلى مديرية بلدية بعقوبة بالتدريج لخدمتها بالأعمال المتبقية، من هي تشمل أعمال الأرصفة والتبليط، وإضافة إلى إكمال مياه شبكات المياه الصالحة للشرب والكهرباء. هذا وتعتبر تحركات أعضاء حزب السيادة الممثلين للجماهير في البرلمان ومجلس المحافظة بصيصة أمل لتوفير الخدمات لجميع مناطق ديالى، أسوة بمشروع غرب بعقوبة للصرف الصحي. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.